لم يحل الاستنفار الأمني المشدد الذي فرضته السلطات المصرية اليوم دون خروج المصريين في تظاهرات تندد بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. تظاهرات في عدة محافظات لم تكن بالحجم المتوقع نظرا للتضييق الأمني بحسب ناشطين مصريين، وحملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من أعضاء الأحزاب والقوى الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. الانتقادات في الشارع المصري بدأت تتصاعد حدتها وتتوسع أكثر عقب تصويت البرلمان المصري الأربعاء الماضي للموافقة على اتفاقية تسليم جزيرتين، في ظل مضي نظام السيسي قدما في إجراءات نقل ملكية جزيرتين، متجاهلا دعوات بعض الأحزاب السياسية الناس النزول إلى الشوارع اليوم احتجاجا على ذلك. الشارع المصري يشيك على الغليان وتسانده قوى وأحزاب سياسية متعددة، أما النظام المصري فهو متأهب كما أعلن لكم الأفواه التي تطالب بحق السيادة على جزيرتين. لم يتوقف الرفض على معارضي النظام المصري، فحزب المصريين الأحرار المؤيد للسيسي انضم إلى معارضي التخلي عن الجزيرتين وأصدر بيانا يؤكد فيه أن أرض الجزيرتين مصرية. مصريون في مواقع التواصل الاجتماعي أيدوا الخروج إلى الشوارع للتظاهر، فعلى صفحة على الفيسبوك تحمل اسم التفريط خيانة حث الآلاف منهم الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 الشعبية، وذلك استكمالا للاحتجاجات التي بدأت منذ يومين في تحدي لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد. يبدو أن السلطات المصرية ماضية في حسم مصير جزيرتي تيران وصنافير، إلا أنه في المقابل لا يبدو أن الشعب المصري والقوى السياسية ستتراجع عن موقفها الرافض للاتفاقية، لتبقى المسألة مفتوحة على جميع الاحتمالات. والعصابة بتحكم مصر.